بما اننا بنتكلم على امور فنيه وايضا بدنيه وايضا نتكلم عن اي شيء، يبقى معانا بالتاكيد الكابتن الكبير كابتن وليد صلاح الدين. يا كابتن وليد صباح الفل عليك، مشرفني ومنورني. حبيبي يا كيمو، اخبار حضرتك ايه؟ عليك وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك يا كريم. مشرف ووحشني جدا. وانت كمان والله. حبيبي يا كابتن وليد. طيب البطوله خلاص هتنطلق كمان ساعات والامور خلاص اخيرا البطوله تحسم امرها وهتتلعب. هسالك الاول على البطوله، شكلها تتوقع الشكل هذه البطوله هيكون عامل ازاي؟ بطوله قويه، بطوله فيها عناصر كبيره، شكل البطوله من وجهه نظرك بشكل عام، وبعد كده اسالك على منتخبنا الوطني. اظن انها هتمشي زي كل البطولات اللي قبل كده ككاس امم، هتبتدي مش احسن حاجه، مباريات هتبتدي يعني بشكل ممكن ما يبقاش فيه قوة قوي، تجميع نقاط كل فريق عايز ياخد مركز، لكن أظن أن بعد دور المجموعات تبتدي بقى البطولة الحقيقية الفنية والبدنية والتنافسية، ونبتدي نروح لبطولة بعد كده قوية في دور الثمانية وفي دور الأربعة وفي الدور النهائي. يعني متهيألي أن المباريات ممكن في الأول تبقى مقفولة شوية، تبقى ممكن مش أحسن حاجة، لكن البطولة هتقوى شوية بشوية. منتخبنا بقى، منتخبنا الوطني والتشكيلة والقائمة اللي مسافرة، واحنا بنشاور على المغرب ونقول قوية، بنشاور على الجزائر ونقول قوية، بنشاور على السنغال نقول قوية، أنت شايف منتخبنا في مصاف هذه المنتخبات أقل شوية ومحتاج شوية روح وحماس، ولا أنت شايف إن احنا نلعب معاهم ند عادي مفيش مشكلة، احنا جاهزين وعندنا تشكيلة محترمة؟ هو المفروض إن احنا نكون من المرشحين الأوائل للبطولة. صحيح. ده الطبيعي ودي المكانة الطبيعية. المفروض انه يكون زينا زي الجزائر والسنغال والمغرب والكاميرون وتونس والفرق اللي رايحه تاخد البطوله. صحيح. ده المفروض. صحيح. انما طبعا كانت التصريحات لمستر كيروش قللت من ده شويه، قلقت الشعب شويه، ان انت رايح بتقول ان البطوله قويه وان الانديه جايبه كل محترفينها من بره، بس ما اعرفش احنا برضو رايحين كل تيم وكل محترفيننا موجودين، وفي نفس الوقت انت مقيم نفسك ازاي؟ هل كابتن جمال بالماضي مثلا لما بيقعد مع لعيبه الجزائر بيقول لهم احنا رايحين البطوله نعمل ايه؟ هل نفس الموضوع السنغال الكاميرون؟ انا اظن ان في فرق رايحه البطوله عشان تاخدها طبعا، فكان المفروض ان احنا كمان نروح بالثقافه دي حتى كاراء او كتصريحات. طب كابتن وليد تفتكر ممكن يكون بيحاول يربع ضغط على اللاعبين؟ انت عارف في مدربين في العالم كله يجي مثلا يقول لك انا داخل الدوري يقول لك لا انا مش هنافس، يا عم انت معاك احسن تشكيله واحسن فريق، لا بس انا مش هنافس انا صعب. واحد تاني داخل بطوله قاريه يقول لك لا انا مش انا اللي اخد كاس العالم، ده في منتخب تاني هو اللي ممكن ياخد كاس العالم عشان عنده لعيبه افضل وعنده تشكيله افضل. مش ممكن تكون رافع ضغط بس، لكن هو في غرفه الملابس بيقول للاعبين لا احنا لازم نكسب البطوله؟ الكلام ده انا اوافق عليه اوكي، بس من 30 سنة. يعني الكلام ده قديم قوي ومن وجهة نظري بطل في الكورة. الكلام ده كنت أقبله من الكابتن جوهري الله يرحمه من 30 سنة. ليه؟ لأن ما كانش فيه لعيبة محترفة، قليل قوي واحد ولا اتنين. أنت فريق مبهم لكل المنتخبات، أنت ممكن عايز تخبي لعيبتك. ده وارد كان زمان. الكلام ده بطل تماما يا كريم. دلوقتي كل الفرق مفتوحه ومكشوفه لبعض اكنها كتاب مفتوح. يعني مفيش دلوقتي حد مش عارف منتخب مصر بيعمل ايه. اذا كان انت عندك في مصر في الممتاز به وفي الدرجه الثالثه، الفرق كلها بقت بتقطع المباريات لبعض، بتعرف الضربات الثابته بتتعمل ازاي، الكورنرز مين اللي بيطلع فيه. انت النهارده لما الاهلي والزمالك يعني زي برضو من الحاجات اللي بطلت، يقول لك ايه؟ طب تتوقع مفاجاه في مباراه القمه؟ هل مفاجاه ايه؟ ما هي مباراه القمه اسمها مباراه القمه، القمه ما بيبقاش فيها مفاجاه. الفرقتين بيبقوا نايمين في حضن بعض. صحيح. يعني انت عارف ان الكورنر هيجي للزمالك، فاللي هيرفعه اوباما واللي هيطلع الونش ومحمود علاء وسيف الدين الجزيري وبن شرقي. انت حافظ الاربعه اللي طالعين، والاربعه اللي طالعين انت عارف مثلا ان الونش احسن واحد بيلعب في دماغه فهتمسكه بدر بنون، احسن تاني واحد محمود علاء فيمسكه مثلا ايمن اشرف. انت حتى ممسك كل واحد لواحد.
عارف كل فرقه بتبتدي الهجمه ازاي. صح. يعني انا اكد لك ان مستر كيروش حافظ نيجيريا ومقطع الحالات الفنيه بتاعتها والناحيه الهجوميه هيشتغلوا ازاي وفي الناحيه الدفاعيه. فانا ما ينفعش في اللي احنا بقينا فيه وفي التطور ان انا اقول مثلا ان انا مش رايح اخد البطوله، او ان انا اقول مثلا انا منتخب مثلا ببني فرقه والناس عارفه محمد صلاح وعارفه مرموش في شتوتجارت وعارفه تريزيجيه في استون فيلا وعارفه النني في الارسنال وعارفه صح ولا لا؟ صح. فانا من وجهه نظري الكلام ده خلاص، يعني احنا ده من الحاجات اللي احنا لسه حالا لسه لغايه دلوقتي بنقولها، لكن هي على ارض الواقع الكلام ده مش موجود. انا شايف ان احنا فرقه كبيره، انا شايف ان احنا فنيا نستحق ان احنا نكون على الاقل هنكون في المربع الذهبي ونلعب قبل النهائي، لان احنا عندنا الامكانيات دي. السؤال بقى او التحدي هيكون عند مستر كيروش، هو هيلعب 4 3 3 خلاص حاجه عاديه. الفكره كلها في الثلاثه بتوع نص الملعب. ايوه. هتلعبهم ازاي وهتلعبهم بشكل عامل ازاي هجوميا ودفاعيا، وهل هيبقى عندك جرأه ان الثلاثه دول اتنين منهم يزيدوا مع محمد صلاح ومرموش مثلا على الاطراف ومصطفى محمد فيبقى 4-1-4-1؟ هل هتطلع فتوح او اكرم وتزوده في الهجمه فتبقى بتهاجم بخمس وست لاعبين؟ هي دي القصه اللي جوه المباراه. طيب هو بالمناسبه بيفكر، يعني بحسب المعلومات اللي بتجينا انه بيفكر يلعب بمحمود تريزيجيه كلاعب وسط ملعب في الثلاثه دول يا كابتن وليد، رايك ايه؟ حلو جدا. اذا تريزيجيه لعب رقم 8 على الشمال بالظبط، فهنبقى محتاجين رقم 8 على اليمين. هل هو ممكن يبقى مثلا احمد سيد زيزو بحكم ان هو في المكان ده؟ هل ممكن يكون مثلا حمدي فتحي؟ النني برضو ايه؟ النني يعني ممكن النني النني 6، لان هو استخدم النني اظن، يعني هو استخدم النني في كل المباريات اللي لعبها 6 6 رقم 6 كان بيحط على يمينه السوليه وعلى شماله كان عبد الله السعيد في ماتش ليبيا، وبعد كده راح مغير وحط السوليه في كاس العرب، وبعد كده مره جرب مصطفى فتحي لما اخر مره جرب ايمن اشرف لما اتصاب تقريبا في مباراه تونس متهيألي. هو انت على فكره موضوع زيزو ده يا كابتن وليد، انت قلت برضو نقطه مهمه، وزيزو 8 مع تريزيجيه 8 شمال ويمين ويبقى وراهم النني، دي طبعا فيها ريسك هجومي بقى، هو كده بياخد ريسك هجومي قوي. لا ما فيهاش ريسك هجومي، لا ما فيهاش. يعني انت النهارده بص يا كريم، اي 4 3 3 مهم جدا ان الاثنين اللي هم 8 يمين وشمال يبقى عندهم قدرات هجوميه، عشان وانت معاك الكوره النني اللي ينزل يستلم من السرد باكين وتقلب الطريقه ل 4-1-4-1، كويس كده؟ مظبوط. لما الكره بتتقطع هل انت الاثنين اللي انت مختارهم عندهم من الناحيه الدفاعيه واللياقه البدنيه العاليه ان هم يردوا ولا لا؟ عندهم. تريزيجيه عنده وزيزو عنده وامام عاشور عنده وحمدي فتحي عنده، يعني انت ممكن جدا تلعب بزيزو وامام عاشور مثلا وعندهم فروم بوكس تو بوكس بيروحوا من 18 لل 18، الاثنين تصويباتهم قويه جدا، الاثنين التكمله بتاعتهم كويسه والرده كمان كويسه. لكن انا لو انا بقى هيبقى عندي تحفظ كبير قوي لو انا مثلا هلعب بسي مثلا النني وحمدي فتحي ومهند لاشين مثلا، يعني انا هنا بشوف ان الراجل مش هيبقى عنده جرأة، الراجل قلقان وخايف وحاطط ثلاثه كلهم ديفندرات ما بيكملوش بشكل كبير، ودي انا تحسسني ان الراجل قلقان. وبرضو انا ممكن العب بدي بس بسيستم مختلف، ان انا خلاص بقى هلعب على المرتده لصلاح والتريزيجيه الناحيه الثانيه واستغل السرعات وهلعب على التامين الدفاعي. هيبان كل حاجه مستر كيروش، هيبان شخصيه منتخب مصر في الملعب عامله ازاي، هل احنا عندنا جراه هجوميه، هل احنا عندنا تحفظ دفاعي، كل ده هيبان يعني. طيب الثلاثه اللي قدام يا كابتن وليد، انا عايز اناقشك في دي برضو، الثلاثه اللي قدام تتوقع مين الاول بعد كده اناقشك، يعني تتوقع مين الثلاثه اللي يلعبوا قدام مع يعني الاثنين اللي يلعبوا مع صلاح؟ مفهوم يعني. بص هو محمد صلاح ومصطفى محمد اظن ان هم ثابتين يعني. المكان ناحيه الشمال هيعتمد على تفكير مستر كيروش، هل انا لو هنزل تريزيجيه في نص الملعب يبقى بنسبه كبيره مرموش. لو تريزيجيه مش هيلعب في نص الملعب يبقى بنسبه كبيره تريزيجيه. يعني حسب هو رؤيته هيلعب في الثلاثه بتوع نص الملعب ازاي. صحيح. لكن في الاخر تريزيجيه ومرموش
ورمضان صبحي الثلاثة كل واحد فيهم يقدر ياخد المكان ده بارتياحية شديدة. طيب الثلاثة اللي قدام هل تتوقع أنه في أي لحظة في أي مباراة ممكن يبدأ بصلاح في النص مكان مصطفى محمد؟ هو جرب جربها كذا مرة في مباريات كتير في التصفيات أنه كان بيلعب صلاح مهاجم. أنا أشوفها طبيعية جدا بس مش من بداية المباراة، من خلال من جوه الجيم، يعني مستر يورجن كلوب بيعملها كتير قوي لكن صح. جوه الجيم في الدقيقة 60 في الدقيقة 70 وساعات بيبقى ليها أسباب مختلفة. يعني ممكن أنا متأخر الفوز قوي ونتيجة تعادل مش عايز أرهق صلاح إنه يرجع قوي الناحية اليمين فبريحه كراس حربة، هذه واحدة، وأحط واحد فريش نازل يقدر يدافع ويهاجم تمام؟ صحيح. في واحدة تانية ان احنا جبنا جون بدري او جبنا جون يعني بقت النتيجة 1-0 وبتلعب مباراة تقيلة، لا انا اروح مطلع الراس حربة ومخلي صلاح راس حربة واروح منزل واحد قدراته الدفاعية اقوى فيبقى بيدافع بشكل كبير، يعني مثلا شيء زيزو ما بيبتديش مثلا فاروح مطلع مصطفى محمد ومنزل زيزو، زيزو يلعب على الطرف اليمين ومحمد صلاح يلعب كراس حربة، هنا زيزو مع اكرم توفيق هيبقوا جبهة قوية جدا دفاعيا. صحيح. بما اني كسبان 1-0 وغير التكتيك ل4-5-1 يبقى انا بضغط في نص ملعبي بقطع الكوره بحطها لصلاح في مساحات. صحيح. عشان استغل سرعته. صحيح. كابتن الكبير كابتن وليد صلاح الدين نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الاسبق مدير الكوره بنادي زايد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.